يساعدنا في حاجه بدنا نحاول نجيب لنا الاستماره يجوز ولا على الاستماره الاول انا عندهم مرض معين معك ابو خالد مصباح العجيلي عضو اللجنه المركزيه لقبول الطلبه. نحن بدينا في استقبال الطلبه في جميع البلديات، عندنا لجان فرعيه في جميع البلديات لاستقبال الطلبه للراغبين للدراسه بالمعهد. الشروط القبول بالنسبه للمعهد يكون الطالب من مواليد 2005-2006، حاصل على الشهاده الاعداديه في العام الدراسي 19-20 الدور الاول، تقديره ممتاز جيد جدا وجيد، لو استثنينا انه هو يكون معدل العام بتاعه في ماده العلوم 65%. ما شاء الله الطلبه الاقبال ما شاء الله عدد كبير عندنا موجود، وكذلك بجميع البلديات حيتم المفاضله بينهم في حيديروا اختبار يوم 28/2 لحد القادم في نفس المكان في المعهد الصحي، وفي نفس الوقت حيكون في البلديات الثانية. فرصة طيبة نشكر جميع من ساهم في إنشاء هذا المعهد في جدابية. المعهد معتمد بقرار من المؤسسة الوطنية للنفط، موجود في المعهد متوفر فيه إقامة داخلي وجميع التجهيزات الحمد لله موجودة.